أحييكم من جديد إلى صدارة الأحداث. عادت أخبار إقليم تيغراي الإثيوبي بعد التقدم اللافت الذي حققه مسلحو الإقليم المناوئون للحكومة الإثيوبية. حالة من الدهشة أصابت الكثيرين ممن رأوا مسلحي تيغراي يسيطرون على العاصمة ميكيلي وعدد من مدن وبلدات وسط انسحاب قوات الجيش الحكومي. لتتسارع الأحداث بإعلان أديس أبابا وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد ومضي المسلحين في السيطرة على مزيد من أراضي الإقليم. ولتزامن الأحداث في تيغراي مع أزمات عدة تشهدها إثيوبيا ومنطقة شرق أفريقيا، من بينها العلاقات مع إريتريا وأزمة سد النهضة والخلافات بين الحكومة والمعارضة الإثيوبية، فإن الحديث عن تدخل خارجي وجد مكاناً على الساحة. الآن هل أصبح إقليم تيغراي ساحة لتصفية الحسابات مع أديس أبابا؟ وهل حقا أن هناك جهات خارجية تقف وراء اشتعال الحرب؟ مظاهر الفرح هذه ليست لفوز منتخب وطني أو زواج أحدهم، بل احتفالهم باستعادة مقاتلي تيغراي السيطرة على مدن في الإقليم، بينها العاصمة ميكيلي التي كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية منذ نوفمبر الماضي. تقدم قوات الإقليم أعقب إعلان أديس أبابا وقف إطلاق النار من جانب واحد لأسباب إنسانية أثناء انسحاب قواتها من الإقليم، وهو ما وصفه المتحدث باسم قوات دفاع تيغراي جيتاتشو رضا بأنه مزحف. وقد استغل مسلحو تيغراي تقدمهم كدليل على تفوقهم في ساحة المعركة، لكن رئيس الوزراء أبي أحمد حاول التقليل من وطأة انسحاب الجيش بالقول إن ميكيلي فقدت جاذبيتها كمركز مهم ولم تعد تستحق الاحتفاظ بها. الحكومة المركزية التي فرضت تعتيماً إعلامياً على الإقليم تتعرض لضغوط دولية بشأن الوضع الإنساني فيه، لكنها نفت الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة خنق سكانه عن طريق حرمانهم من المساعدات. وقال وزير الخارجية ديميكي ميكونن إن لدى الحكومة خارطة طريق للحوار من المتوقع أن تشمل أعضاء من جبهة تحرير تيغراي الشعبية الذين يظهرون استعدادهم لاختيار مسار سلمي، لكن قوات تيغراي التي تسيطر الآن على معظم الإقليم تطالب أثيوبيا بإعادة الخدمات الأساسية قبل أي محادثات، حسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. وعلى امتداد النزاع اعتمدت أديس أبابا على قوات من إريتريا المجاورة التي دخلت قواتها تيغراي من الشمال، لكن حكومة أسمرة لم تعلق حتى الآن على إعلان وقف إطلاق النار رغم المطالب الدولية بخروجها من أثيوبيا. أناقش هذا الموضوع مشاهدينا عبر خدمة سكايب مع ضيفي من العاصمة السويدية ستوكهولم ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، كما ينضم إلينا من الخرطوم مصطفى حبشي الناشط الإعلامي من إقليمي تيغراي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين مجددا، دائما معنا في الحرة الليلة. سيد ياسين أحمد، أريد أن أبدأ معك، هل من المنطقي الاعتماد على ما قالته الحكومة الإثيوبية بأن يعني وقف أو خسارة تيغراي يعني ليس بالأمر الكبير، وبالتالي العاصمة هناك فقدت جاذبيتها، وأن هناك أمر تكتيكي قامت به الحكومة للانسحاب ولم تعترف بالنصر الذي حققته جبهة تحرير تيغراي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، وأهلا بأستاذ الكريم مصطفى حبشي. ردا على سؤالك، الأهم شيء الآن نحن كشعب أثيوبي أن وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي هذا يعتبر مكسب للشعب الأثيوبي، فبالتالي بصرف النظر يعني من المنتصر ومن المهزوم، لأنه دائما الحروب ليس فيها منتصر ومهزوم، ولكن حسب هناك روايتين. تتحدث عن وقف إطلاق النار متبادل بين الجانبين؟ نعم، أنا دعني أكمل الفكرة، أنا الآن أتكلم على روايتين. يعني الرواية الأثيوبية للحكومة الفيدرالية الأثيوبية تقول أنها انسحبت من إقليم تيغراي لأسباب إنسانية بعد ما قامت يعني الحكومة الأثيوبية بإنجاح عملية إنفاذ القانون، وإن عملية إنفاذ القانون نجحت لأنها قضت على القوة العسكرية أو قضت على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي عسكريا واقتصاديا، هذه الرواية الأثيوبية، بينما الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تقول أنها دخلت إلى مقلة وهي منتصرة
بالرغم لم تكن هناك معارك مواجهات مسلحة، فبالتالي هناك روايتين. يعني هل نحتاج فقط حتى نوضح هذه الفكرة، هل نحتاج إلى متابعة هاتين الروايتين والحال أن القوات الاتحادية قد انسحبت عمليا وأن هناك قوات أخرى مسيطرة على الإقليم، هل هناك أي شائبة بهذه الحقيقة؟ أنا دعني أكمل الفكرة. يعني الآن الرواية الأثيوبية تقول أنها أن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي لا تشكل تهديدا أو خطرا يهدد كيان الدولة وأثيوبيا، فبالتالي هي انسحبت لأسباب إنسانية. بينما الجبهة الشعبية لتحرير تجراي وإن كان خسرت المعركة عسكريا واقتصاديا، ولكنها فازت أو انتصرت سياسيا، لأنه رأينا شعب تجراي وقف وانحاز للجبهة الشعبية. أنا لا أعرف كيف تقول بأنها خسرت يعني سياسيا وعسكريا، أريد أن أستوضح هذه المفردة، لأن القوات عمليا مسيطرة على الأرض، فلا أفهم كيف أنها خسرت عسكريا. نريد أن نشرك معنا سيد مصطفى حبشي. سيد مصطفى أنا أطرح، طيب نحن نعم دعنا فقط حتى نتحاور سوية. سيد مصطفى، هل فعلا بأن القوات هناك خسرت عسكريا وسياسيا وأن القوات الاتحادية انسحبت فقط لأغراض إنسانية؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومحب المتابعين والأستاذ ياسين. أولا أحب أن أوضح شيء، يعني العالم جميع أنا شخصيا يئست من نفاق الحكومة الأثيوبية وإعلامها ومؤيديها، لأن ما يحدث على الأرض خلاف ما يرونه جميعا. يعني على أي أعمال إنسانية انسحبت القوات الأثيوبية أو الجيش الأثيوبي والمرتزق الإريتريين؟ الأعمال الإنسانية هم قاموا بحرق المحاصيل الزراعية يعني منذ بداية الحرب، وقاموا بحرق المخزون الاستراتيجي من الذرة للمواطنين بإقليم تيغراي. ثم ثانيا كيف لهم أن يقولوا لأعمال إنسانية ويقومون بقتل يعني عمال الإغاثة؟ فكيف تكون لأسباب إنسانية؟ كانوا يقتلون في شعب تيغراي ويغتصبون نسائه، كيف يقولون لأعمال إنسانية؟ كانوا يحاصرون إقليم تيغراي لمدة 2 أو 3 أعوام، كيف يقولون أعمال إنسانية؟ كانوا يشردون شعب تيغراي طيلة 8 أشهر، كيف يقولون أعمال كيف هي الإنسانية؟ على الأقل الآن الانسحاب سيد مصطفى، الآن الانسحاب الذي حصل لأنه حصل الآن، يقولون هذا الانسحاب حصل لأغراض إنسانية. نريد منك أن تتحدث عن هذا الانسحاب، هل فعلا بأن قوات أو جبهة تحرير تيغراي القوة المسيطرة الآن على الأرض، هل هي خاسرة عسكريا وسياسيا وأنها تسيطر ربما على مناطق ليست ذات أهمية ولا تشكل أي تهديد لإثيوبيا؟ فقط أجبني عن هذه النقطة لو سمحت. بالعكس، قوات تيغراي مسيطرة على الأرض، وبدليل عشرات الآلاف من الأسرى من الجيش الأثيوبي تم إدخالهم إلى مدينة مغلة، وكذلك عشرات الآلاف من القتلى، فكيف لها أن تكون غير منتصرة ميدانيا؟ أنا أأسر عشرات الآلاف من جنودك وأقتل عشرات الآلاف وأستحوذ على مئات الآليات العسكرية، فكيف يكون النصر إذن؟ سيد ياسين كيف تجيب؟ يا سيد العزيز، هو أهم شيء الآن نحن حقيقة بالأمس كان مجلس الأمن اجتماع مجلس الأمن في قضية إقليم تيغراي، فأنا أتمنى أيضا من الأستاذ يعني مصطفى حبشي أن يكون الآن وقف إطلاق النار من الطرفين، لأن هناك الآن جهات دولية وإقليمية وطنية تدعو إلى الحوار بين الأطراف. هذا بين مفهوم الحوار، هذا مفهوم الحوار سيد ياسين. نحن نريد أن نتحدث عن الآن وبعدين نتحدث ربما عن الآليات التي يمكن أن نخرج منها. الآن هناك إيقاف إطلاق النار من طرف واحد فقط، طرف الحكومة. قوات أو جبهة تحرير تيغراي ترفض هذا، هي ماضية ربما في عملياتها العسكرية، بالتالي كيف يمكن التعامل مع إيقاف إطلاق النار من طرف واحد فقط وهي الحكومة المنسحبة من الإقليم؟ نحن في المعهد الأثيوبي للدبلوماسية الشعبية لا نتمنى الحرب، لأن الشعب التيغراي هو جزء من الشعب الأثيوبي. نعم، ولا نتمنى الحرب. طالما الآن تم الإشادة بإيقاف إطلاق النار من الجانب الأثيوبي وأشارت به كل الدول القوى الدولية وكل القوى المجاورة أو الإقليمية، أشادت ورحبت بإيقاف إطلاق النار، لأنه بالأمس كانت تتهم الحكومة الأثيوبية أنها هي عائق لتأمين الممرات للمساعدات. أما الآن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي استلمت الآن، هي تدير، هي المسؤولة عن إدارة إقليم تيغراي،
فأحرى أيضا أن تتعامل مع الحكومة الفيدرالية، نعم، مع القوى الإقليمية والدولية حتى يكون هناك تأمين الممرات لإنقاذ شعبنا في تيغراي. طيب، الذي هو جزء لا يتجزأ من الشعب الأثيوبي. إذن هناك ترحيب كما تقول سيد ياسين من جميع الدول بالموقف الإثيوبي الذي اتخذته الحكومة بإيقاف إطلاق النار على الأقل من طرف واحد من جهتها. سيد مصطفى، الآن هذا الترحيب الذي يذكره ضيفي بخطوة الحكومة، هل جاء فعلا لأن إثيوبيا تريد أن ربما تقطع دابر الحرب مع هذا الإقليم الإثيوبي، أم أنها اضطرت لذلك، اضطرت للانسحاب، اضطرت لإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد؟ ليس اضطرارا، هي أجبرت على ذلك لأنها هزمت ميدانيا كما أسلفت لك، والعالم كله يشهد ويسمع ما يحدث وما يدور داخل إقليم تيغراي بدليل التقارير الدولية وتقارير بعض القنوات التي وثقتها. فلذلك أنا لا أجد معنى للترحيب. يعني إذا كانت تريد حل الأزمة منذ بدايتها، لما شنت الحرب على إقليم تيغراي؟ ويا ليت كانت الحرب على قوات دفاع تيغراي أو على قادة جبهة تحرير تيغراي، بل الحرب كانت ضد شعب عرقية التيغراي لا غير. طيب سيد ياسين، هناك حديث، حتى لا نبقى بحوارنا فقط على ما جرى في إقليم تيغراي، هناك حديث عن أزمات عدة تواجهها حكومة سيد أبي أحمد، طبعا على رأسها سد النهضة، وهناك أيضا مشاكل داخلية مع المعارضة. هل تتفق بأن هناك جهات خارجية تدفع لزيادة الأزمات داخل إثيوبيا، ربما لترجيح ملف على ملف آخر؟ أنا أتفق معك في سؤالك، وبتقدير أيضا أن هناك أحد الأسباب التي دعت الحكومة الإثيوبية غير الأسباب الإنسانية لسحب قواتها، وهذا حسب التصريح المسؤولين الأثيوبيين، أن هناك خطر خارجي يشكل أكبر تهديدا من الخطر الداخلي اللي هو يحدق بأثيوبيا، وهو ما بشكل تحديد ربطه هذا الخطر الخارجي أو العدو الخارجي أو الاستهداف الخارجي بسد النهضة. فبالتالي ما يحدث الآن مثلا في التوترات بين الحدود، أزمة الحدود بين أثيوبيا والسودان في الفشقة، وأزمة مفاوضات سد النهضة، وأيضا الصراع الدبلوماسي المائي حول سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان، وخاصة رأينا المناورات العسكرية الأخيرة، نسور النيل وواحد اثنين وحماة النيل، وكل هذه تشكل حقيقة هي مؤشر لتهديد أو لردع أثيوبيا لكي تقدم تنازلات على ما يتعلق بالمصالح الوطنية، خصوصا مشروع سد النهضة. فأنا أعتقد أيضا الآن يأتي الانسحاب هذا أو التركيز على الخطر الخارجي واللي هو يهدد كيان الأمة الأثيوبية، وليس الصراعات الداخلية التي ممكن حلها من خلال الحوار والمصالحة الوطنية. فأنا أعتقد الآن أثيوبيا حددت أن هناك خطر خارجي. تقول هذا الخطر الخارجي، تقول إثيوبيا بأنه ربما يكون أكثر خطرا على الأمة الإثيوبية، نعم، من الخطر الداخلي أو المشاكل التي تشهدها الحكومة مع إقليم تيغراي. سيد مصطفى، هل فشل رئيس الحكومة الاتحادية أبي أحمد بملفات عدة، ربما آخرها بما يخص إقليم تيغراي وسيطرة المسلحين هناك على الإقليم؟ نتحدث أيضا عن الأزمة، أزمة سد النهضة ما زالت قائمة، وهناك أيضا المشاكل مع السودان وأريتريا. كيف يمكن تقييم أداء أبي أحمد خلال هذه المدة القصيرة بهذه الملفات المهمة في إثيوبيا؟ أبي أحمد، أنا ذكرت قبل عدة أشهر أنه انتحر سياسيا ونحر أثيوبيا وكذلك دول القرن الأفريقي، وهذا ما يحدث حاليا بالضبط. كيف ذلك؟ أما بالحديث عن سد النهضة، هل يعلم الشعب الأثيوبي أن عدد توربينات سد النهضة كانت عددها 16 توربينة والآن أصبحت 13 توربينة؟ وأعتقد بسبب هذا، لكي لا يفصح الراحل سمنجو عن هذه الحقيقة، قبل عقده المؤتمر الصحفي تم اغتياله، والله أعلم. أما بالنسبة لمنطقة الفشقة، أمر سد النهضة هو محسوم، هناك توافق بين مصر
وبين أبي وأحمد بعدد تخفيض توربينات السد من 16 إلى 13، وهذا تم لا خلاف في السد ولم يتم بنائه كما خطط له الراحل مرل الزيناني. ضيفي ياسين كان يتحدث عن أن القوات انسحبت من أقليم تيغراي، هذا كسبب آخر غير السبب الإنساني الذي ذكره، لأن هناك خطر داهم خارجي أكثر من الخطر الداخلي، فبالتالي يعني هل نتحدث عن حرب وشيكة مع هذه الدول، ربما السودان ربما مصر أو أي دولة قد تعتقد إثيوبيا بأنها تشكل خطر عليها، هل هذا وارد؟ أو أولا مصر بعيدة كل البعد أن تشن حرب على إثيوبيا، لأن حسب الموقع الجغرافي وحسب العلاقات والمواثيق الدولية لا أعتقد أن مصر تستطيع أن تتجرأ وتستخدم يعني حل عسكري للأزمة. أما بخصوص السودان، أولا أنا أحب أن أشكر السودان حكومة وشعبها لوقوفهم مع شعب تيغراي، يعني أكثر من مليون نازح موجودين أوتهم السودان، وكذلك الحكومة السودانية قامت بمراعاتهم يعني في المعسكرات، ولا أعتقد أن السودان لديه نية لشن حرب مع إثيوبيا، لأن ما يجمع بين إثيوبيا والسودان، أنت تقول بأن مصر لا تتجرأ على القيام بأي عملية عسكرية، ولكن في نفس الوقت وأنت ضيفي من السودان تشكر الحكومة السودانية على تقديمها، يعني هل تقدم دعما لإقليم تيغراي أو لمواطني إقليم تيغراي؟ هل هذا ما أفهمه منك؟ لم أتحدث عن أن الحكومة السودانية تقدم دعما لحكومة تيغراي، بل أتحدث عما قدمته للاجئين الذين لجوا إلى الأراضي السودان، سواء كان على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي، فهم آووا عشرات الآلاف من اللاجئين الذين نزحوا إلى السودان وآووهم وقدموا لهم المعونات الإنسانية، وبهذه الخطوة أنا أشكر السودان حكومة وشعبا. شكرا جزيلا على هذه المشاركة من العاصمة السويدية ستوكهولم، ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ومعي كان من الخرطوم مصطفى حبشي الناشط الإعلامي من إقليم تيغراي، شكرا جزيلا لكم أحمد.